Yes. هاي، اليوم هذا الفيديو أكثر من رائع عزيزتي، لحتى نتعلم كيف نعمل برنامج غذائي صحي مبني على عدد السعرات الحرارية الداخلة لجسمك. خليكي معي وجيبي ورقة وقلم. هاي صبايا، أنا سارة، اليوم جايتكم ببرنامج غذائي يحتوي على عدد الحريرات اللي راح تستهلكيه يوميا لمدة 6 أسابيع. طبعا هذا البرنامج رح يكون على 3 مراحل، كل مرحلة حتكون بأسبوعين، يعني الأسبوع الأول والأسبوع الثاني يعتبر مرحلة أولى، الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث المرحلة الثانية، والأسبوع الرابع والأسبوع الخامس الأسبوع الخامس والأسبوع السادس يعتبر المرحلة الثالثة. هذا البرنامج رح يساعدك على حرق من 9 إلى 15 كيلو خلال 6 أسابيع أو خلال شهر ونص. إذا كنتي جاهزة جيبي ورقة وقلم وتعي معي. عزيزتي، بهذا البرنامج أهم شيء بيلزمك الالتزام بالأكل الصح، وأنا بوعدك تماما إذا بتلتزمي بالتعليمات اللي رح تورد بهذا البرنامج لمدة 6 أسابيع بوعدك إنه تخسري من 9 إلى 15 كيلو، لكن بدون غش، أوكي؟ طبعا أنا كمان رح أضيف لك بهذا البرنامج قائمة لبعض الأطعمة اللي تحتوي على بروتين بنسبة عالية، قائمة لبعض الأطعمة اللي تحتوي على كربوهيدرات صحية بنسبة عالية، وأيضا قائمة لبعض الأطعمة اللي بتحتوي على دهون صحية. طبعا رح يكون عنا بعض الأطعمة يلي ما لازم تقربي عليها أبدا، وهيكون عنا قائمة لبعض الأطعمة يلي حتكون بالنسبة لك مادة مفتوحة تاكلي إيه ما تبقى بدك. طيب هلا في شغلة واحدة بدي اياكي تعرفي تعملي سكرين شوت، لاني انا حاعرض لوحات كتبتها وجهزتها في مكتوب عليها عدد الحريرات. اذا بتعملي هاي اللوحات سكرين شوت وبتحفظيها عندك بمجموعة الصور بالتليفون، سكرين شوت يعني تصوير الشاشة، عملي تصوير للشاشة لحتى تحفظي هاي اللوحة عندك بمجموعة الصور وتحاولي دائما تطبقيها، واذا فيكي تسحبيها على ورقة تطبعيها على ورقة وتعيفيها قدامك بغرفتك لحتى تعرفي تقرأيها خلال مدة هال6 أسابيع وتطبقيها صح بشكل دائم. خلينا نبلش اعرفكم على البرنامج بطول ما طول عليكم. عزيزتي، البرنامج مثل ما قلنا 3 مراحل. برنامج حرق الدهون المرحلة الأولى حيكون مدته 2 أسابيع. كمية الحريرات الداخلية يوميا، يعني كل يوم أنت حتاكلي 1200، بين 1200 و1500 حريرة. أنا بدي إياكي تحددي الأيام اللي رح تتمرني فيها ويكون نسبة النشاط عالي فيها، يعني حوسة بالبيت، تمرين، رياضة، طلع برات البيت. هدول الأيام لازم تاخدي فيهم 1500 حريرة، والأيام العادية أنا ما عملت تمرين، أنا ما تحركت كتير، اليوم حتاخدي 1200 حريرة. عرفتي شو عملت أنا؟ أنا حطيتك إنه تاكلي بشكل قليل 1200 حريرة بالأيام العادية، يعني الأيام اللي ما بتتحركي فيها، لكن عطيتك شوي أكتر 1500 حريرة بأيام التمرن. شو هدفنا من هذا البرنامج؟ هدفنا خلال 2 أسابيع نخسر من 3 إلى 5 كيلو. طيب؟ هلأ خلينا نعدي للمرحلة الثانية. إذا ما مليتي كملي، لأني كتير رح تستمتعي وكتير رح تستفيدي من هذا البرنامج. أنت معي؟ أنا واثقة أنك معي. طيب، برنامج حرق الدهون المرحلة الثانية كمان 2 أسابيع، لكن هالمرة أنا حبيت يكون كمية الحريرات الداخلة لجسمك مختلفة عن المرحلة الأولى لحتى ما يكون جسم تعود على شكل الأكل اللي عم تاخدي. لذلك عملت 1000 حريرة أيام عدم التمرين و 1800 حريرة بالأيام يلي بتتمرني فيها، والهدف هو طبعا خسارة من 2 إلى 4 كيلو. يمكن تلاحظوا انه الهدف قل عنا هون مقارنة بالمرحلة الأولى. طبعا المرحلة الأولى المفروض انه تخسري أكثر، لأني انت أو في بداية الرجيم وجسمك رح يخسر سوائل أكثر من المرحلة الثانية. طيب بننتقل للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة يا عزيزتي كمان حتكون مدتها 2 أسابيع. كمية الحريرات الداخلة هلا بهاي المرحلة حيكون فيها تحدي بالنسبة لإلك، بالنسبة لنفسك، لكن بنفس الوقت أنا ما رح أحرمك من الأكل، بالعكس تماما.
نحن حنعمل يوم نخفض فيه عدد الحريرات ل 800 حريرة، يعني تخفضي العدد تاكلي بشكل قليل قليل يوم، اليوم الثاني حتاخدي 2200 حريرة، نسبات حريرات كتيرة جدا. وصدقيني هذا النظام رح يساعدك كتير على انه تنحفي وتخسري دهون، لاني بالايام اللي ما عم ناخد فيها حريرات بنكون عم نستخدم الدهون المخزنة، لكن بالايام اللي بناخد فيها حريرات مرتفعة بنكون نحن طبعا عم نعمل تمارين رياضية، بنكون عم في عنا انشطة اخرى مثل التسوق، برات المنزل، المشي. هاي الشغلات كلها بتساعدك ايضا على استمرار حرق الحريرات. وكمان بالايام اللي ما بتاخدي فيها حريرات عاليه، مثلا لما اخذنا 800 حريره، بهذا اليوم بتساعد جسمك على انه يرتاح من الاكل، وطبعا يجدد الخلايا عوض ما يقوم بعمليه الهضم بشكل مستمر، وحتلاحظي تحسن ببشرتك وجلدك. طبعا هدفنا بهاي المرحلة خسارة من 4 ل 6 كيلو. ليش؟ لأني بهاي المرحلة بتكوني انتي اتقنتي الرجيم، اتقنتي الرياضة، فلازم يكون الهدف اكبر من المرحلتين الاولى والتانية. شو رأيك؟ كلام جميل ورائع وما في عليه غبار ابدا. اذا انتي لساتك مستمتعة خليني فرجيكي شو هي الحريرات اللي رح تاخديها كل يوم بكل مرحلة. شوية صبر عزيزتي. المرحلة الأولى بما أنه رح ناخد 1200 حريرة، حيكون تقسيمك للحريرات بالشكل الآتي: 50% بروتين، 25% كربوهيدرات، 25% دهون صحية. لاحظي 50% بروتين، نسبة البروتينات عالية. طيب أنا 50% بروتين حيسبتلك إياها تحت، قديش يعني كم جرام؟ يعني 1200 ضرب 50% بيطلع معي 600 حريرة. 600 حريرة من البروتين رح تاخديها. 600 حريرة تقسيم 4 حريرات. ليش 4 حريرات؟ لأني كل جرام بروتين فيه 4 حريرات، معناتها أنا رح أخذ 150 جرام بروتين. ركزي ركزي، ما يصعب القصة صدقيني، لازم تتعلمي هاي الأمور لحتى تساعدك على أنه تحطي رجيم غذائي صحيح ومناسب بالنسبة إليك. فهمنا؟ 150 جرام بروتين، 25% كربوهيدرات صحية، يعني إذا أنا 1200 ضرب 25% معناها لازم أخذ 300 حريرة من الكربوهيدرات الصحية. طيب 300 هون أنا مخربطة، عوض ما حط 300 حطيت 600. 300 تقسيم 4 يساوي 75 جرام كربوهيدرات. والدهون الصحية نحن لازم ناخذ 25، كمان هون غلط صحيح الطه سوري بعد ما تطبعيها فيك تصححيها. 25% زيوت صحية، 1200 ضرب 25 300. 300 حريرة تقسيم 9 حريرات. ليش 9 حريرات هون؟ لأني كل جرام دهون يحتوي على 9 حريرات. شقد المجموع؟ 33 جرام دهون صحية. عرفتي؟ يعني انت خلال يومك حتاخدي لي 150 جرام بروتين، 75 جرام كربوهيدرات، 33 جرام زيوت او دهون صحيه. طيب انا واثقه انك عم تستمعي بكل اذان صاغيه وما مليتي، لساتك مركزه معي لاني هذا الشيء كثير بهمك. طيب انا عملت المرحله الاولى، لما باخذ سعرات حراريه مرتفعه حاخذ بروتين زي الكربوهيدرات، يعني 40% بروتين 40% كربوهيدرات من طعامي، و20% دهون صحيه. يعني كثير شغله بسيطه، 40% بروتين 40، جيبي طبق تقسميه تقريبا ثلث ثلث وقسم صغير اقل من الثلث، مو هيك صح؟ مو صح؟ ثلث مو ربع. ايه، وبتحطي محل التلت بروتينيات، تحطي محل التلت الثاني كربوهيدرات. طيب هلا انا البروتين كم جرام رح اخده بهذا اليوم؟ 150 جرام بروتين، 150 جرام كربوهيدرات، رفعنا كربوهيدرات ملاحظه، و33 جرام دهون صحيه. بهي المرحله الاولى مثل ما ذكرنا رح تخسري من 3 ل 5 كيلو ان شاء الله. طيب المرحلة الثانية انه اول شيء حيكون 1000 حريرة ايام عدم التمرين، يعني فيك تعملي كارديو على الخفيف. انا بقول عدم التمرين لكن فيك تعملي كارديو على الخفيف. كيف حقسمهم؟ طبعا نحن تعودنا لما تكون ايام السعرات الحرارية منخفضة حيكون 50% بروتين،
25 كاربو 25% دهون صحية. طيب ليش أنا رفعت نسبة البروتين بالأيام لما تكون السعرات الحرارية منخفضة؟ لما بتاكلي بروتين بنسبة عالية هذا الشيء رح يروح لعضل للعضل، مشان هيك انت لما بتخسري وزن ما رح تخسري من العضل، نحن ما بدنا نخسر من العضل مشان ما يصير في ترهلات. بنفس الوقت لما بتاكلي بروتين بنسبة مرتفعة رح يساعدك على الشعور بالشبع، ما رح تجوعي. طيب كم جرام بروتين؟ 125 جرام بروتين. كم جرام كربوهيدرات؟ 62. وبالنسبة للدهون الصحية حناخد 27 جرام دهون صحية. قديش هي الهدف؟ كنا 2-4 كيلو خلال أسبوعين رح تخسري، يعني هنيك خسرتي خلينا نقول 5 كيلو هون 4 كيلو، خلال شهر حتكوني خسرتي إن شاء الله 9 كيلو. المرحلة الثانية لما منقول إنه السعرات الحرارية مرتفعة، لأن نحن قلنا من بين 1000 و 1800، 1800 حريرة حتكون أيام التمرين. طبعا لما بتكون السعرات الحرارية مرتفعة 40% بروتين 40% كربوهيدرات 20% دهون صحية. ما هي كم يعني قديش كم جرام بروتين؟ إذا 1800 حريرة لازم تاخدي 180 جرام بروتين، 180 جرام كربوهيدرات و40 جرام دهون صحية. هلا وصلنا على المرحلة التالية وهي المرحلة اللي رح تتحدي فيها نفسك. هتاخدي 800 سعرة حرارية يوم، واليوم التالي هتاخدي 2200 سعرة حرارية مثل ما ذكرت قبل شوي. طيب 800 سعرة حرارية، 50% بروتين، 25% كربوهيدرات، 25% دهون صحية. طيب عزيزتي يعني قديش كم جرام بروتين؟ فقط 100 جرام بروتين حتاخدي، فقط 50 جرام كربوهيدرات، و22 جرام زيوت صحية بس لا غير. هدول هي اللي رح تلتزمي فيهم. طبعا انا هعطيكم قائمة من الأطعمة اللي فيكم تاكلوها بشكل مفتوح، يعني فيكم تاخدوا قد ما يعني ما حيزيدوا لكم السعرات الحرارية، لذلك ما تخافوا كتير. طيب المرحلة الثالثة قديش ال 2200؟ وين ال 2200؟ طيب ال 2200 حريرة كيف رح أعملها؟ ال 2200 حريرة 40% بروتين 40% كربوهيدرات 20% دهون صحية. ال 40% بروتين يعني كم جرام بروتين؟ 220 جرام بروتين. تخيلي قديش حتاكلي اليوم؟ 220 جرام كربوهيدرات، 48 جرام دهون صحية. تستاهليهم، مو مشكلة. وهيك بنكون خلصنا وعرفنا كيف حنتناول السعرات الحرارية. طبعا فيكي تعملي يوم A يوم لا، يعني يوم سعرات منخفضة يوم سعرات مرتفعة، يوم منخفضة يوم مرتفعة. برنامج حرق الدهون أنا هعطيكي هون هاي القائمة، قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين، حطيتك كتبت لكم إياها، ونسبة البروتين في كل 100 جرام. يعني هون هدول الأطعمة، الحمص، الفول، البازيليا، بياض البيضة، العدس، كلها أطعمة. يعني اللي بده يعمل ريجيم، في ناس بيقولوا لي إنه هدول الأكلات بتكون الريجيم غالي، لا ما هي غالية بالعكس، ليكي قديشها أكلات بسيطة لكن فيها قيم غذائية كتير عالية، الحمص، الفاصوليا، جبنة القريش، السبانخ، يعني البازيلا، كلهم هدول أكلات اقتصادية وفيكي تحصلي من خلالها على نسبة بروتين مرتفعة. طيب شو هي؟ هون حطيت لك فيكي تعملي تصوير للشاشة هون وتحفظي هاي الورقة عندك أو الصورة عندك. القائمة الثانية الغنية بالدهون الصحية يا عزيزتي هي زيت الزيتون، صفار البيضة، بذر القرع، الأفوكادو، المكسرات، زيت جوز الهند أو جوز الهند، سمك السلمون، والشوكولاتة السوداء. مين ما بيحب الشوكولاتة السوداء جنب القهوة؟ هي نغم أكثر من رائع. طيب شو هي قائمة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية؟ البطاطا، البطاطا المسلوقة، البطاطا الحلوة العادية، والخضروات بكل أنواعها، دقيق الشوفان فقط، البوشار فيكي تاخدي بوشار، والفاكهة والبذور، طبعا كله حسب الجرام اللي حددناه بالسعرات الحرارية. يعني إذا قلت 100 جرام كربوهيدرات معناتها 100 جرام البطاطا بس، مو تاخدي أكتر من بطاطا، أكتر من حبة، أكتر من بطاطا. كيف زبطت معيك؟ والله ما بعرف، هيك زبطت معي. شو أعمل؟ عدي على اللوحة الثانية. طيب أنا هون حأعطيكم قائمة أطعمة منخفضة السعرات الحرارية، يعني هدول الأطعمة فيكي تاخذي منهم قد ما بدك،
مو مشكلة، هن الخيار، الكرافس، الخس بزرع بعد الشمس، مو كتير أوكي، هي استثناء. التفاح الأخضر، الجرجير، الكرامب، الجريب فروت، الشاي والقهوة السادة، مو القهوة العربية أو القهوة التركية، القهوة النسكافيه أو النسبريسو، قد ما بدك. لكن طبعا بدي أذكر إنه الشاي السودا والقهوة بتساوي نقص سوائل بالجسم، لأن كل فنجان شاي أسود أو قهوة بتشربيها جسمك بيطرح فنجانين مي، عرفتوا؟ لذلك لما بتشربوا شاي أو قهوة احرصوا على أنه تشربوا مي كتير كتير. يعني أنا لما بشرب فنجان قهوة بعمل حسابي أنه أشرب ثلاث فنجان بعمل حسابي أنه أشرب ثلاث فناجين مي. هون كمان عملت لكم إذا حابين لأني نحن ما حنشرب مشروبات جاهزة، فيكم تعملوا مشروبات بالبيت وتشربوا، مثل شاي النعناع، القرفة، الزنجبيل، كل أنواع شاي الأعشاب. طبعا فيكي تشربي من كوب لثلاث أكواب باليوم. فيكي تعملي هذا الشيء الشاي ساخن أو بارد، بس طبعا ما تضيفي فيه ولا قطعة سكر، بليز بدون سكر. المي إذا ما بتحبي كتير المي حطي لها قطعة خيار، حطي لها نعناع، حطي لها فريز أو ليمون، قد ما فيكي، لكن المي لازم تشربوه بشكل كتير 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 كبير خلال الرجيم مشان بشرتنا ما تنضر، أوكي؟ ومشان كمان الدهون وين بتروح؟ بالبول. لذلك لازم تشربوا مي كتير لحتى تغسلوا هاي الدهون، وخصوصي اللي عندهم سيلوليت. سيلوليت بيروح بالحمام. حليب خالي الدسم مع الكاكاو كوب واحد باليوم. شوفوا حليب خالي الدسم، يعني حليب خالي الدسم تحطوا معه كاكاو، وفي هذا شو بيقولوا له هيك عليه الأرنب، صورة الأرنب، هذا الكاكاو فيه فيتامينات كتير ومعادن كتير حلو، فيكي تشربي آخر اليوم لحتى يعطي جسمك طاقة لليوم الثاني. عزيزاتي، في قائمة أطعمة بليز ما تقربي عليهم نهائيا، لأن هدول الأطعمة بيخربونا كل الشغل، لذلك هدول الأطعمة ما تقربي عليهم. منتجات ومشتقات الحليب كاملة الدسم، كاملة الدسم، التمر، العسل. هلا التمر بحد ذاته ما بيسمن، يعني ما بيسمن كتير، لكن بما انه نحن بحاجة لكربوهيدرات من مصادر اخرى، بلا التمر وبلا العسل ما بدنا سكريات، اوكي؟ ما بدنا سكريات، نحن مشان نخسر وزن لازم نبتعد عنه. القمح الابيض بكل انواعه، السكر بكل انواعه. عفوا، شو يعني السكر بكل انواعه؟ ليش السكر له انواع؟ يعني قصدي السكر مهما كان، بالحلويات، بأي شيء ما تاخذي. الأكل المقلي مهما كان نوعه، يعني مو تقولوا لي صدر فروج، صدر دجاج، هذا بروتين لكنه مقلي، خربتي القصة كلها، عملتي دهن عوض ما تعملي عضل. الملح محظور تماما، المشروبات الغازية منعا باتا. كيفكم؟ لساتكم مركزين معي؟ أنا وعم أشرح حسيت حالي لكن صدقوني بهذا النظام الغذائي وهي الكالوري اللي عملت لكم اياها رح تعملوا شوك للجسم، لاني نحن عم نرفع ومنخفض بالكميه الكالوري كل اسبوعين، كل مرحله حاولت غير لكم لحتى تقدروا تحرقوا دهون وتبنوا عضل بنفس الوقت، فما يصير ترهل بالجسم، طبعا مع الرياضه المناسبه لجسمك. وبس هذا كل شيء لليوم. اذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك، واذا كنتي مشاهده جديده تعملي الاشتراك في القناة. بحبكم كتير، شوفكم بعدين، باي باي.